السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا كلية كلام كولج لتعلم اللغة العربية. أنا معلم اللغة العربية. نأخذ اليوم مفردات تتحدث عن كرة القدم. الكرة القدم العنوان هو كرة القدم. وكلام كولج واقع عشر وحويا كبدا عقدة كلمتها كسامسون من كبدا عقدة داوني ست مع ستك داوني ستو كنا بكو بجنكو كنا أما تشامبيون ليج عرب كهلا يا كلمة فربما بستمارية مركب وكبدا عقدة كشاكينية ما كان واحد يسوق على إنه إلا لمية تمن كلمة دود وأنت هو عصام وعرب كهذا الشيء سيمك هذي قصة سيد فهد بر كلمة دي ليك تعلم ربك سؤال على سيد فهد وكبد عقده مسامسون وتكرة القدم وكبد عقده كرة كل يد وما حي وكبد كبد يعني العيار القدم إنه عقده كبد عقده وإيه حق الرقوع يعرف مع الله هذا ملعب وقرانك وقرانك كبد عقده رقوع يعرفه لمية لا تغير تقول احتيال دوب كل احتياله واحد هذا ملعب الحارس وابحي وقول هياها وقف قول هجرة قول هيا قول كبرك وهي المدافع وقف الدفاع التاجن قفه ويرك السوق هذه قول خنالني كدفاع يقول التاجن أي راح مدافع الوسط وقف نحلة التاجن نحلة الشغل يسوى محي وحسكوحنا يا عيال سيدو قرأوا كوتشي تونا دفاع يويرك وحلو من سكوحنا يا كبدو كل من كارسينا الهجوم وحي وقف ويرك قف ويرك يا يعني قف الوضع بعلاوة التاجن iya kan nine ka taagan aba gool ka dhalinaya maada square ah intaas al hujum wa weerar al hadaf waa maxay wa goolka goolka ma kala dhaliyo maalaada hadaf faa farabada hadaf al hadaf wa goolka goolka ma qorsho way at tamriira wa baska marka kubada ciyaar sida ciyaarayaan mar ku leey kubada iso dib iso bas waa farab koodanaya marir so bas صوب باس ويا باسك مع هذا التمريرة وباسك وعي ركلة الحرة وحويا حنقدة لكن حنقدة كبحسن أنت قولي ودو يعني كلا أنت كبحسن مع هذا حنقدة أما بريفسيونك قفص وكرمي مع هذا الركلة الحرة وفريكك وأنا أكرم اسمه وعي ركلة الجزاء ومحي وارين كلا هو يقفكو انت يري قولي ودو عد حتو لو حنقدي قولك ودو وكر لاكترين كولا مقام على رضا ركلة الجزاء باف عربي اللي رضا وي التعادل وبربره مكان التعادل في نوضا يمكا في عربي تعادل إيجابي تعادل سلبي معي كريهين تعادل إيجابي أما تعادل سلبي وهو يمركا بربره إبر إبر يكون أماتو أما يكون أماتو بربره لبي اللبا أما حالي يحان صدح يصدح صدح كريهين الحكم وحويا وصيد وضاه وقفك لبيه لما ترجع يرسيو قرون كده حشرة إلى أن هي قفك هتو يرسيو كله قلتمه أم ب وحنا قضية والله جو أم ب وريدو قفك سيرجا وهي كله حكومة يقال هي هرود السينة وقلتن ده ودي جيه قفك عسكر ولا خوشة يرسيو كله إلى أن هي الحكم بالي رحمه والتسلل تعود أم بيسا offside التسلل offside offside هو قرار صعب في offside يا رام طاودا ما offside محويا يا تيدي مره كبد لو وصل لاغا هاد كهر ريسمال كشا تاغنتي او يا تيدي دفاعات كسي دبيسيد و اوف سايد مركا التسلل بالرحله ان حتى مرقواته صوتن برو انا اخريو الملعب وكرونكا الحارس وحويا قف جول كو جيره الى لا المدافع وقف الدفاع الوسط ودحضه المهاجم وقف ويرك قاضيه الهدف وجولكا التمريره وباسكا الركله الحره وفري كيكا ام حلقده ركلة الجزاء وارن كورها التعادل بربرنعة حكم وسيد وضعها التسلل أوفسايد وصلنا إلى ختام هذا الدرس أتمنى لكم وقتا سعيدا وممتعا هنا كلية كلام كولج أنا معلم اللغة العربية نأخذ فصول جديدة لتعلم اللغة العربية عبر الإنترنت شاركونا آراءكم في التعليقات في أسفل هذا الفيديو